هكذا تواصلنا ايها الحفل الكريم تهانينا وناموس احمد تمار على فوز سرابه وحصولها على المركز الاول في الشوط الذي انتهى. القعدان وتحدي القعدان في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. مقدمه الشوط بلقى الشارد حمود ابو زايد الرشيدي يقدم الشارد مع المركز الاول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني وعد أو رعد مع المركز الثاني رعد، نعم، وحيدر حسان يقدم رعد على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث بلقى شاهين دفع الله جنزير يتقدم بدوره في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف للشعارات الأخرى، ولكن أيضا حضور في هذه اللحظات غير على مقدمة الشوط. رعد مع المركز الأول، رعد على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. يقدم رعد حيدر حسان مع المركز الأول، مشكور يا أبو حسان على هذه المشاركة وعلى هذا أيضا الإبداع مع رعد على مقدمة الشوط. يا سلام يا عليه ما إن شاء الله وتبارك الرحمن. شوف الانطلاق، شوف الشكل نوعية فريدة مع بن حسان ما إن شاء الله. شكرا حيدر حسان على هذا الرقص الجميل والتحدي المثير مع المركز الاول. بدا الرقص يا سلام عليك، مشكور خلاص يا اخوي كفايه عرض على هذا الرقص الجميل. هذا النوعيه الفريده ما شاء الله. سلام بودليك على هذا الرقص الجميل. شكرا حيدر حسان مع هذا الرقص الجميل مع ايضا رعد. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني ايها الحفل الكريم تقدم في هذه اللحظات عند ايضا الشارد عند ابو زايد. والمركز الثالث هناك تدخل يبدو ان هناك رعد وايضا حيدر حسان وبقيه الاسماء بتركها الى اعضاء خط النهائي. بعود الى توقيت المقدار. يا سلام يا عليك يا بن حسان، دقيقتين اربع. تهانينا وناموس في هذا الصباح على هذا الفوز والانتصار مع اللي هو رعد مع التوقيت الافضل.